احنا هنروح نشوف مع حضرتك التطور اللي حصل في القصر العيني، ولكن قبل ما اروح للجزء ده سريعا بقى انا عايزه اطمن الاهالي والطلاب الاستعدادات الجديده للعام الدراسي الجديد في جامعه القاهره، ومع كمان تجديد رئيس الوزراء انه هيكون في اجراءات وقائيه في عدد من المؤسسات وبالاخص التعليميه عشان كورونا وكده والجائحه وما الى ذلك. احنا اجراءات احترازيه شديده وعلى اعلى مستوى، حضرتك بتقدري تاخدي بالك منها من اول ما بتخشي من باب الجامعه، ممنوع الدخول الا بالماسك، في بوابات تعقيم فيها مواد تعقيم حقيقيه بتعقم الشخص اللي داخل، نسبه الكثافه عندنا 50% عشان احنا اتفقنا ان التعليم هيكون 50 و50، 50% حضوري و50% اونلاين، فال 50% حضوري بيقلل الكثافه الموجوده، بيراعي عمليه التباعد، وفي نفس الوقت عندنا 50% شغالين على منصه الجامعه الذكيه. لا قدر الله اذا الموجه الجايه الاتيه كانت لا قدر الله اذا كانت شديده، فاحنا جاهزين للتحول للتعليم الالكتروني عن بعد كاملا 100%. طبعا دي نقطه. النقطه الثانيه عايز اقول لك، هي الفكره مش تطوير مستشفى الطوارئ بس ولا بوريش، لا احنا عندنا مشروع كمان كبير لتطوير المستشفيات بشكل عام، اللي هو تطوير مستشفيات القصر العيني كلها عشان تكون وافقة كود المستشفيات العالمي الجديد. احنا عندنا تطويرات مستشفى الطلبة، احنا عندنا التطويرات اللي بتشهدها معهد الأورام. معهد الأورام احنا عندنا حاجتين، معهد القومي للأورام 500 500، معهد القومي للأورام القديم ده احنا بنزود طاقته الاستيعابية 30% دلوقتي، وان شاء الله خلال شهور طاقة الاستيعابية لمعهد الأورام القومي القديم هتزيد 30%. في مقابل ده احنا معانا دلوقتي جامعة القاهرة استطاعت ان تسترد 500 500 500 500، ده اللي هو المعهد القومي الجديد للأورام. والحمد لله في خلال 10 شهور تقدروا تروحوا بالكاميرات وتشوفوا حجم الانجاز اللي حصل في 500 500 في الشيخ زايد. المباني كلها ظهرت فوق، اللي اصبحت تبرعات المواطنين متحققة على أرض الواقع، اللي ما حصلتش في 10 سنين قبل كده حصل في 10 شهور. دي مسألة مش قليلة طبعا. أكيد طبعا. أنا متذكرة أن حضرتك من فترة دعيت المصريين أن هم يعني يكون في جامعة تبرعات للمشروع القومي المصري اللي هو القصر العيني. وإحنا النهاردة بقى هنشوف من خلال هذه التبرعات وجهود الدولة وجهود طبعا حضرتك إيه اللي تم ووصلنا لإيه في جولة خاصة جدا للقصر العيني. We'll be right back.